السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. مثل ما تشوفون عزلت الغينيا بيك، مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، قلت لكم راح أعزلهم بمكان السمان، فعزلتهم من البارحة. هذا مكانهم الجديد. طبعا عندي نشارة مال الخشب، راح أخلي جواهم نشارة حتى هم تمتص الرطوبة وهم تدفيهم، وراح أرتب لهم بعد بيوت وشغلات بالداخل. هذا الأكل مالهم، هذا 24 ساعة عندي، هذا يقعد بالأكل دائما، هذا يقعد فوق الأكل. راح أخلي الأكل بمعون أصغر ومواعين أصغر حتى لا يوسخون الأكل، لأن يعني عندي هذا دائما يصعد فوق الأكل. وطبعا إذا تشوفون هذا المي مالهم، خليت قطع ثوم صغيرة داخل المي حتى شوية هم تفيدهم، يعني تنظفوا معاهم وترفع عندهم المناعة، لأن الثوم هم يرفع المناعة ويفيدهم. مثل ما تشوفون هذا المي مالهم. بعدين إن شاء الله راح أرتب المكان أكثر، وتشوفون إن شاء الله بالفيديوهات الجاية شلون راح نسوي المكان. وعندي هذه الأعشاش، إذا تشوفون هذا العش اشتريته البارحة بخمس مكانات، هذا راح أعلقه بعدين إن شاء الله حتى الطيور يسوون أعشاش بالداخل. كان بينقص مجاثم ثبتت هذولا. طبعا أنا دائما يعجبني المجثم يكون طويل لا يكون قصير، مثل هذا قصير صغير، يعجبني دائما شوية طويل حتى الطيور تأخذ راحتها لما تقف فوق هذه المجاثم. وجبت لهم خيوط، هاي الخيوط يسوون منها عشاش. بعد عندي هذا العشهم وهذا سويته اثنين، هذول كلهم ان شاء الله بعدين راح اثبتهم، حاليا ما عندي وقت فما ثبتتهم. عندي هذا القفص، اذا تشوفون انا مخليه فوق هذا البيت. عندي الفراولة اللي اخر شي تتذكرون وقعت ورجلها متأذية كانت، حاليا الحمد لله على الطير، مرات تصعد حتى على الغصان، فبالليل دائما تجي تدخل بهذا القفص، فمخلي لها اني اكل وماي، وحتى خليت خيوط شويه اذا تريد تبني عش، يعني موجود العش وموجود الخيوط. بالليل دائما عاد تجي تدخل ويدخل الذكر مالها معاها. هذول السمان اذا تشوفون عندي هذا المشبك، حاليا خليته مؤقتا فوقهم. طبعا شويه طالع اذا تشوفون عن البلوك، بس ما اريد اقصه لان راح ارتب قفص مثل هذا بعدين ان شاء الله، بس يصير لي مجال، فبعدين حتى ارتبه على راحتي ان شاء الله ما اريد اقص منه حاليا. هذا السيم اخليه فوق القفص وارتب لهم ان شاء الله قفص يبقون بهذا مكانهم. اذا تشوفون الحمامات هم يحبون الرطوبه، يعني دائما لما يشوفون حفره بالقاع والمكان شويه رطب يجون يقعدون. تلاحظون اكو حفرة صغيرة جواهم وقاعدين بداخلها، شوية القاع رطبة. طبعا عندي هذا المهم، هذا الماعون دائما انظفه واخلي بيه مي، قبل شوية خليته فسبحوا، اكثرهم سبحوا بداخل هذا الماعون، فاني مخليه راح اخليه يبقى موجود الطيور حتى تبقى تسبح وتتنظف. جبت طيرة جولدن، حصلت طيرة جولدن، هذول الطيرات اثنين اللي تشوفون، هاي الطيرة الجديدة اللي صايرة على اليسار، واللي على اليمين الطيرة اللي اشتريتها قبل كم يوم من اشتريت زوج، وهذه الطيرة هم اشتريتها. حاليا صار عندي زوجين جولدن، خليتهم داخل المحمية. طبعا هذه الطيرة صدرها ابيض وحجمها شوية اخشن من هذه اللي اشتريتها، قلت لكم زوج، اذا تشوفون صدرها بنفسجي، اما هذه الطيرة لا صدرها ابيض، واكو شوية بالراس عندها حمار، يعني راسها اسود وبي حمار، هذه راسها اسود بالكامل، اما هذه الجديدة راسها شوية بيحمار من فوق. هذول الزيبرا هم اذا تشوفون، هذا ذكر الجولدن الاصفر. عندي الجاوة بعضهم اللي كانوا يسوون عش بهذه الجهة، هذا العش مالهم. تعرفون عندي زوجين، اكو زوج عندهم افراخ اثنين بهذا العش، وحاليا هذا العش ببيضتين ان شاء الله راح يكملون بيض بعد، وبعدها تنام الطيرة على البيض. وعندي الأرنبة الجديدة اللي جبتها آخر شيء، هذول الفراولة هذه إذا تشوفون طارت، راحت هناك يم القفص. حاليا الحمد لله الطير تروح يم القفص، مرات تصعد على غصان، يعني تحسنت، بس رجلها يعني بعد شوية بها عواج، أتوقع يعني من قبل هي بها إصابة، ومن وقعت عندي صارت عندها نفس الإصابة رجعت عليها. طبعا الأرنبة الجديدة هذه طالعة حاليا،
كانت حافرة نفق يم هذا الباب، وحافرة هناك يم هذاك الباب، فدفنت الحفرة وشوية رشيت ماي حتى التربة شوية تنزل لا يبقى طوز وكذا بالمكان مالهم. هذول باقي الأرانب. الكوكتيل هم تشوفون ينزلون دائما، وعندي هذول البلابل الجاوة مرات من أفتح هذا الباب للأرانب، وعندي الشبابيك هناك مفتوحة يجون يدخلون، حتى الحمام الملكي يجون يقعدون بهذا المكان أو يجون يأكلون من الأكل مال الكوكتيل. وقبل شوية شفت واحد من الجاوة كان يسبح بالماي مال الكوكتيل. هذول إذا تشوفون هذا الجاوة، وأكو هذاك البلبل، وهذه الحمامة هم، فدائما يجون يدخلون لما يكون الباب مفتوح يجون يم هذا الباب. هذول الكوكتيل عيدخلون بالعش. طبعا انا مخلي لهم نشارة مال خشب، ما اعرف بيش هم يبنون العش مالهم، اتوقع يعني النشارة كافية، ما اعرف اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات. انا مخلي لهم نشارة مال خشب داخل البيت مالهم، بس نشارة نخلي. شفتهم مرتين ثلاثة عيدخلون، يعني قبل كانوا ابد ما يدخلون، حاليا لا عيدخلون بالبيت. ودائما بالليل اذا تشوفون ينامون بهذا المكان، يجون بهذه الزاوية وينامون، هذا مكانهم بالليل، ينامون بهذه الزاوية. هذه الأرنبة الجديدة راح أجهز لها مكان للولادة، لأن مطول على التحفظ، بعد كم يوم إن شاء الله راح تلد. طبعا شوية تخاف بعد ما متعودة على المكان وما متعودة علينا، دائما لما واحد يجيمها تنهزم. اليوم الأرانب كلهم خاتلين، هذول البقية كلهم متجمعين اليوم بهذا الصندوق. طبعا دائما راس الاسد اذا تشوفون يحاول يتزاوجها، بس هي ترفض التزاوج لان حامل، فراح ارتب لها ان شاء الله مكان للولادة. اختار واحد من هذه المكانات واخلي لها شغلات بالداخل حتى تدفي الصغار، خيوط وصوف وكذا، تعرفون اني قبل مسوي فيديوهات عن هاي الشغلات، فاجهز لها مكان وان شاء الله بعد كم يوم راح تلد هذه. طبعا المي مالهم خليت بداخله ليمون، وخليت شوية ثوم، ليمونة واحدة عصرتها وقطعتها وخليتها بالكامل، هي والقشور مالها خليتها بداخل المي، وخليت شوية ثوم. شوية حاليا الجو تعرفون مرات يصير برد والجو متقلب، فهم يفيدهم، يعني الليمون والثوم شوية ترفع المناعة عندهم وتنظف أمعائهم، فخليت لهم شوية ليمون وثوم داخل المي مالهم، وخليت المي فوق البلوكات حتى لا يوسخوا. طبعا لما كانت الأرنبة حافرة شوية المي مالهم داخل عليه تربة وكذا صاير وسخ، فبدلت المي مالهم نظفته ورشيت هذه الأرضية حتى بعد لا يطلع طوز من عندها. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.